أداء الأهلي السنة دي، وده ليكم أن تفخروا بجد ببطل حقيقي، بطل حقيقي يقف الآن على مسافة أمتار قليلة بإذن الله من منصة التتويج، يستحقها، يستحقها بكل جدارة بأرقامه. الأهلي السنة دي في هذه البطولة صاحب أعلى وأفضل الأرقام في دور الأبطال السنة دي. عنده 9 انتصارات من 13 مباراة. عنده 31 هدف، أكبر فريق سجل أهداف السنة دي في دوري الأبطال للأهلي. 31 هدف دخل شباكه فقط 5 أهداف. يعني الأفضل دفاعًا والأفضل هجومًا. 8 مباريات شباك نظيفة. في 10 مباريات متتالية الأهلي الأكثر استحواذًا. في مباراة واحدة تساوى فيها في نسب الاستحواذ، لكن في العشرة هو الأعلى، في 2 بس أقل فيهم، لكن في العشر مباريات صاحب أعلى. بص يا أستاذ إبراهيم، حط الملاحظات دي على ملاحظات الأداء للنادي الأهلي في الدوري المحلي تتطابق. أيوة، هو الأقوى هجوما ببعيد، الأقوى دفاعا بجدارة. لا، الدوري كمان السنة دي فيه أرقام كبيرة جميلة. الكلين شيت هو الأفضل. إذا مفيش شيء مبني على الصدفة، هو ده مستوى، هو ده مستوى للنادي الأهلي هذا الموسم. ربنا يا رب يكملها بخير، ما يبقاش فيه مفاجآت ملهاش معنى وتكمل يا رب إن شاء الله. هي دي الجدارة. الأهلي الفريق الوحيد اللي هزم الوداد في ملعبه بعد 4 سنين، يعني من 4 سنين بالظبط، يعني بتتكلم في حوالي 1500 يوم الوداد ما خسرش في ملعبه أي مباراة. جه الأهلي هو اللي كسبه، وآخر مرة كان الأهلي هو اللي كسبه في 2016. يعني نقطتين الأهلي في البداية ثم في النهاية. الوداد ليس له إلا الأهلي زي ما قالت الصحافة المغربية. كمان علي معلول النجم التونسي وجناح الأهلي الرائع صاحب واحد من أفضل الأرقام في البطولة، ساهم في تسجيل أكتر لاعب ساهم في تسجيل أهداف لفريقه السنة دي، في 17 هدف سجل 8 وصنع 9. ده منذ بداية أبطال الدوري 2017، يعني في الأربع بطولات الأخيرة، الأربع مواسم القارية، 17 إسهام من علي معلول، 8 يسجل و9 يصنع الأهداف. الأهلي ما خسرش أي مباراة منذ خسارته من النجم الساحلي في بداية دوري المجموعات، يعني خسر ماتش النجم الساحلي وانطلق بعدها والحمد لله. حتى اللاعب البديل حمدي فتحي لعب الشوط الثاني بذكاء من بيتسو موسيماني الماتش اللي فات، لما حس ان الحكم الزامبي هيحطه في دماغه وممكن يطرده قام ساحب له اليو ديانج وشارك حمدي فتحي. حمدي فتحي لما شارك عمل رقم لوحده في الشوط اللي لعبه، انه اكتر لاعب استخلص الكره بسلامه من غير فاول، من غير فاول تقريبا، رقم عمله 7 مرات تساوى فيه مع رقم ما حدش كان عمله الا هشام محمد وهو في الأهلي في أكتوبر 2018 في مباراة وفاق الصيف.